بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة الأعزاء. طبعا أنا كلام النهاردة بالنسبة لدلتا ووتر. طبعا احنا كان عندنا مشاكل كبيرة جدا في المشتل بالنسبة للملوحة، والمية عندنا كانت بتبقى منطبطين، ونسبة الملوحة فيها كانت بتبقى عالية جدا، فكان بتوصل حوالي 2500 و3000، وبحد أدنى بتبقى 800 750 ألف، لكن احنا هنتكلم في ماكسيمم 1000، يعني ايه متوسط. طبعا احنا خدنا استعنا بالله وخدنا دلتا ووتر من الجماعه من دلتا، ربنا يبارك فيهم. وانا تعمدت ان انا اصور في الصوبه عشان اوري للناس نسبه الانبات. نسبه الانبات ما شاء الله كويسه جدا زي ما حضراتكم شايفين كده هنا. لو نسبه الانبات ما شاء الله عاليه. نسبه الانبات طبعا دي كانت بتبقى في الاول كانت بتبقى صعبة جدا، كانت بتبقى قليلة جدا لأن المية كانت بتبقى مالحة. دلوقتي ما شاء الله تبارك الله زي ما حضراتكم شايفين كده نسبة الإنبات ممتازة، والنبات طالع صاحح لسه طبعا الزرع صغير. وللعلم الزرع ده يوم ما رويناه كانت المية اللي هو عملنا الخلطة بمية 2500 ملوحة، ولما روينا بميه كانت 1000 ملوحه. طبعا كان في مشاكل في التبطين، فكان بيجيب لنا ميه مالحه، فاتعاملنا اضطراري ان احنا نعمل الخلطه بميه 2500، وبعدين نزلنا ميه كويسه، وبعدين عملنا الميه وصلت لحد 1000 واشتغلنا على 1000. طبعا الكلام ده ما كانش موجود السنه اللي فاتت خالص، وانا كنت جايب اصلا تجربه، وما شاء الله التجربه نجحت جدا والحمد لله رب العالمين. فحبيت اقول للاخوه اصحاب المشاتل اللي عنده مشاكل في الميه المالحه، لا يستخدم الماسوره دي بقلب جامد، والناس محترمين جدا جدا جدا. لما قلت لهم انا عندي كذا كذا، وبصراحه ما شاء الله كانوا واثقين من نفسهم جدا، والحمد لله رب العالمين، وما شاء الله شغال بيها كويس جدا. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.